أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيداً عن السياسة. شارك الآلاف من المواطنين الكولومبيين في سباق صعود تال مونسيرات في بوغوتا العاصمة الكولومبية، ومع أكثر من 1500 دراجة خلال سباق الصعود الفردي، حيث يعد جبل مونسيرات بأنه اختبار التحمل الأصعب. وحضر العديد من الرياضيين الكولومبيين في فعاليات الاستعداد والتمارين لدعم الرياضيين المنتظر تألقهم في المستقبل. وتمكن القائمون على تنظيم هذا السباق للعام الثاني على التوالي من جذب أكثر من 3000 مشارك من أجل الفوز بالسباق. أعلن علماء آثار العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة الصينية الواقعة قبالة إمارة أم القيويين شمالي الإمارات. القطع الأثرية المكتشفة في الجزيرة، والتي ربما كانت يوماً ما موطناً لآلاف الأشخاص ومئات المنازل، تعود إلى تاريخ المنطقة قبل الإسلام في أواخر القرن السادس الميلادي. وفي حين ذكرت مدن صيد اللؤلؤ القديمة في النصوص التاريخية، فهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها علماء آثار إنهم عثروا فعلياً على مدينة تعود لهذه الحقبة القديمة في دول الخليج العربي. قدم فريق من جامعة أولوداغ بولاية بورصة عروضاً لدمى الظل التركي التقليدي، أو ما يعرف بكاراغوز، للأطفال المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. الفريق انطلق مؤخراً عبر كرفان من ولاية بورصة إلى مناطق متضررة من الزلزال، ويتنقل الفريق بين المناطق المتضررة وينضم للأطفال في خيام بمراكز إيواء مؤقتة إلى جانب أنشطة ترفيهية مختلفة. قرر الشاب الجامعي عبد الكريم من محافظة أربيل الانخراط في العمل العائلي لتربية الأبقار، لكنه استثمر معرفته التي اكتسبها من الدراسة في معهد النفط لتحويل فضلات الحيوانات إلى غاز حيوي، ولجأ إلى تقنيات بسيطة للغاية. وتقوم العملية على ترك الفضلات لعدة أسابيع لتتحلل، ليتم بعد ذلك إنتاج الغاز وتخزينه داخل الأنابيب. وتؤدي هذه الطريقة الصديقة للبيئة إلى إنتاج وقود متجدد ليس له رائحة ويحترق تماماً مثل الغاز الطبيعي. ابتكر المهندس الميكانيكي هشام حسامي سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وأطلق عليها اسم ليرة تيمناً بالعملة المحلية لبلده. ويقول حسامي إن ما يميز سيارته الكهربائية عن غيرها عملها بالطاقة الشمسية مباشرة، ومناسبتها للبنان الذي يعاني من أزمة كهرباء. وقد يشكل الابتكار حلاً جزئياً لأزمة النقل في البلاد، فضلاً عن فوائده الاقتصادية والبيئية.
ازداد الطلب على المصابيح التقليدية المعروفة باسم فوانيس رمضان بين المصريين في القاهرة، حيث يعرض التجار فوانيس متنوعة التصاميم والألوان والأحجام. تزين هذه الفوانيس المميزة بألوانها وتصاميمها المحال التجارية، وتجتذب المواطنين لشرائها بغرض تزيين منازلهم وشوارعهم خلال موسم شهر رمضان المبارك. تعد زراعة قصب السكر من الزراعات التي تحظى باهتمام واسع لدى العمانيين، لما يمثله هذا المحصول من أهمية اقتصادية وقيمة غذائية عندهم، حيث عاصر العمانيون منذ القدم زراعة القصب الذي يستخرج منه السكر الأحمر، وهو أحد أهم العناصر الغذائية التي تدخل في صناعات عدة، أهمها صناعة الحلوى العمانية. وتشتهر ولاية منح بزراعة قصب السكر إلى جانب عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى التي تجود بها الأراضي الخصبة في الولاية، وخاصة مزارع وأراضي الأعواجة بالولاية، والتي تجود بأصناف شتى وخيرات وفيرة على مدار العام مع تدفق وغزارة مياه نهر فلج الخطم. أما مراحل إنتاج السكر الأحمر فتبدأ بغسيل القصب بالماء، ومن ثم وضعه في المعصرة لاستخراج العصير الذي يمر بسبعة فلاتر للتصفية لغاية وصوله لحوض التجميع، ثم تصفيته مرة أخرى لينقل بواسطة المضخات إلى أحواض الطبخ التي تستقبله هي الأخرى بفلتر تصفية لإزالة الشوائب، ثم تبدأ مرحلة طبخ العصير مباشرة بعد الانتهاء من عصر القصب، ويستمر الطبخ ساعتين ونصف الساعة، ثم يتم نقل العصير إلى الأحواض المخصصة للتجفيف مع آخر تصفية، ليترك بعد ذلك حتى يتجمد ليومين أو ثلاثة أيام، ثم تأتي المرحلة الأخيرة المخصصة لوضع السكر الأحمر في أوعية الخوص المسماة بالخصفة التي يتراوح وزنها بين 40 و60 كيلوغراما حسب حجمها. Thank you.
6 5 4 3 2 1 0